تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشركات الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي، وقعت شركة إبدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ، وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة موندراجون الإسبانية على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. يهدف البروتوكول إلى تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، والتي من أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، مما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي. النهاردة الحمد لله عملنا توقيع بروتوكول تعاون مع شركة موندراجون، ودي هي شركة أسبانية. الشركة المفروض ان احنا اوريدي بدأنا مع احد الشركات التابعة ليها من حوالي سنة، وهي شركة كوبريسي، وفتحنا فعلا مصنع كوبريسي ايجيبت اللي المفروض بينتج صمام امان الغاز، وده كومبوننت مهم قوي للسوق المحلي في الأجهزة المنزلية. بدأنا معاهم من سنة، وهم حبوا الحقيقة يوسعوا التعاون معنا مرة أخرى في موضوع حاجتين، هم مجال الطاقة المتجددة ومجال التعليم الفني. الحقيقة احنا برضو في التعليم الفني عاملين الحقيقة واخدين خطوة من سنتين، من سنة حقيقة اللي فاتت عندنا مدارس إبدأ للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية، فهم الحقيقة حابين يكرروا معنا التجربة دي تاني، وحابين ان احنا يبقى عندنا عمالة مدربة تقدر تشتغل في السوق المصري باحتياجاته الجديدة، وتقدر كمان انها تسافر لأوروبا في المصانع بتاعته.